انا في حد رايي، في رايي انا انه يحبذا لو نروحوا لبرامج اكثر واقعيه للمترشحين، ونبتعدوا عن ربط تفكير او استقطاب الناخب الجزائري بالارقام. الان الشاب الجزائري اللي هي الشريحه الاغلب في المجتمع الجزائري ما راهيش تتسنى في منحه البطاله، ما راهيش تتسنى في رفع الاجر القاعدي، ربما تنتظر مشروع مجتمع، مش مشروع مجتمع اللي يحسن من ظروفه المهنيه، ظروفه المعيشيه، ظروفه كطالب، ظروفه كشاب، يعني في سياق عام. ممتاز، يعطيك الصحه زينب.